والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بادئ بدأ أولا أشكر موقع سلوان تيفي على إتاحته لنا هذه الفرصة لإبداء تصوراتنا وأفكارنا. تعالي الرامي منسق الإقليمي لعمل الطبيبات لحزب الأمل. أخواتي الناخبات، إخواني الناخبين، حزب الأمل من الأحزاب السياسية الشابة التي ولدت المشهد السياسي الراهن انطلاقا من الأهداف ومبادئ تتماشى والخطوط الاستراتيجية للعهد الجديد. وحزب الأمل الذي تم تأسيسه بتاريخ 13 نوفمبر 1999 والذي أريد له أن يكون قريبا من الطبقة الشعبية، حيث تم تأسيسه بالمنطقة عمالة الفداء ضد السلطان الدار البيضاء. بنى مشروعه الحزبي بناء على تشريح سياسي للبنية الحزبية والنظام السياسي المغربي، حيث أن جل الأحزاب المغربية اعتمدت في عملها على الممارسات التقليدية، إذ لم تستطع الانتقال إلى تعريف عملها عبر قنوات مؤسساتية، فهي بنيات ظلت تعاني من شيخوخة قياداتها وتراكم الأزمات التنظيمية، الشيء الذي أدى في خاتمة المطاف إلى أزمة توازن داخل البنية الحزبية وخارجها، وقادت أيضا إلى ظاهرة الانشقاقات الحزبية وتناسلها، الشيء الذي نتج عنه تعددية حزبية مقابل غياب تعددية سياسية. إن حزب الأمل ليس مجرد حزب يضاف، بل حركة تجمع، تصون ولا تبدد، تعتز بحضارة أمة ووحدة نسيج وطني، تعتز بالملكية الدستورية وتدرك تواصل الأجيال والمدارس في ملامح الكفاح والأمل. ونستند إلى مطامح الأكثرية الساحقة من الشعب، ونستلهم أشواق الناس للتوحيد والمساواة والحرية والتقدم. ولا نثور في دروب وفروع التلاهي عن الأهداف الكبرى الجامعة، ولا ندخل في السجال العقيم يفتي التماسك المجتمعات ويذهب برياح الأوطان، ولا نقف على أطلال الماضي، بل نتطلع لاقتحام المستقبل ونتقدم بخطى واثقة عارفة لكسر أطواق التخلف، ونستمسك بنور الأمل نشق به ظلام اليأس، ونؤمن بحق المغرب في الأمل الممكن بحيوية أجياله الجديدة في الألفية الجديدة، ونؤمن أنه لا أمل بدون تغيير، ونثق بقدرة الأمة حين تستيقظ عقولها وتنطلق طاقاتها وتترص صفوفها. فالأمة التي حققت كل ما كانت تقدر على صنع ما يكون، أمة مجد وعزة وكرامة، تقدر على صنع غد أفضل. ونحن ننتسب لأعظم ما في هذه الأمة، ننتسب لقدراتها الفائقة على التحمل والصبر والكيد للظالمين، ننتسب لعبقريتها الفياضة في دماء شهدائها وعرق كادحيها وعقول ووجدان المؤمنين لأقدارها. ننتسب لحقائق الجغرافيا والتاريخ والمقدر على التفاعل الكفر مع فوران الدنيا من حولنا. ننتسب لقدرة الإنسان إنسانها الحر على رفض البهدلة والهوان والقهر والفساد والعجز. لقد آن لنا أن نرفع الرأس وأن نحطم القيود، وآن لنا أن نستمسك بالعروة الوثقى التي تشفع كرامة الناس بكرامة الوطن وكرامة الأمة. أخواتي الناخبات، إخواني الناخبين، في إطار القواعد الأساسية لحزبنا حزب الأمل، وأهمها الديمقراطية كمبدأ وفلسفة عمل يجدر بنا اليوم، أن نقدم مجموعة من الخطوط العريضة من برنامجنا الانتخابي. لهذا سنسعى بكم ومعكم إلى توسيع أحقية الشباب في تولية المناصب بالانتخاب، وخاصة المناصب ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين، المجالس الجماعية والبرلمان. ثانيا، ندعو إلى دعم أحزاب السياسية من أجل تأطير الشباب للحد من ظاهرة العزوف عن العمل السياسي، وكذا الحد على تشبيب الأجهزة والهياكل الحزبية التقريرية والتنفيذية. ثالثا، سنسعى إلى إلاء العناية البالغة لوضعية الشباب المغربي، وخاصة في الأقاليم النائية، خصوصا الأقاليم الجنوبية
مع العناية بالشباب المهاجر وبأبناء الجالية المغربية. رابعا، سنسعى إلى عمل على دعم المقاولين الشباب. خامسا، سنسعى إلى إعطاء العناية الخاصة بالشباب المعاق من خلال تصدير برامج ذات عمق اجتماعي واقتصادي يضمن انخراطهم في التنمية من أجل خروج من نظرة الشفقة والإحسان لهذه الفئة من المجتمع. سادسا، سنعمل على استقلال المؤسسة الدينية، المجالس العلمية ماليا وإداريا، مع السعي الحثيث لإصلاحها وتدعيم دورها في تقديم فكر معتدل للشباب بما يكفل قيامها بالمهام المنوطة بها في الدعوة والإرشاد والتعليم ومحاربة العنف والتعصب. سابعا، سندعى إلى تعزيز المواطنة لدى الشباب من خلال بث روح الوطنية وتعميق روح الانتماء لقضايا الوطن واحتياجاته والحفاظ على كينونته والاستعداد للدفاع عنه في حال تعرضه لخطر، سواء كان خطرا داخليا أو خطرا خارجيا يستهدف استقلاله وسيادته. ثامنا، سندعى إلى إعادة بناء الذاكرة لدى جيل الشباب بما يؤكد التواصل الثقافي والحضاري بين الأجيال ومعرفة الحقائق التاريخ والجغرافية السياسية وكل ما يتعلق بالقضية الوطنية والعربية. تاسعا، سنسعى إلى استجماع طاقات الشباب وتوحيدها نحو أهداف والأولويات الوطنية والاجتماعية في كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع وتوظيف هذه الطاقات بأفضل سبل نحو الأهداف والأولويات. النقطة العاشرة، سنسعى إلى تعزيز قيم التعاون والتعاضد والتسامح بين أفراد المجتمع بما يؤكد التكافل والتماسك الاجتماعي وإطلاق المبادرات لتقديم الخدمات الطوعية تساهم في تقدم والتقليل من أعباء الطبقات الشعبية. النقطة 11، ولحل مشكلة البطالة يدعو حزب الأمل إلى الآتي: أولا، القضاء على ظاهرة التعداد الوظيفي التي تتناقض مع ظاهرة البطالة على أن يكون شاغل الوظائف الكبرى هم القدوة في هذا الاتجاه. أيضا، التأكيد على أهمية الدور الاقتصادي لقطاع الزراعة والصيد البحري والمشروعات الصغيرة بحيث تكون منطلقا لإنعاش القطاعات الإنتاجية الأخرى. أيضا، سنسعى إلى إدخال برامج التوجيه والتدريب المهني في المراحل التعليم الأساسي بحيث يتوجه الشباب إلى أنواع التعليم المهني وبالتالي إلى المهن التي تنطبق واستعداداته الطبيعية والمكتسبة. أيضا، سنسعى إلى وضع فترة زمنية نلتزم من خلالها بالقضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال للرفع من المستوى الصحي والنفسي والعلمي لهم بحيث يعيشون حياتهم الطبيعية التي تجعلهم يصبحون ثروة مضافة لا عبئا زائدا على جهود التنمية. أيضا، سنسعى إلى فتح أسواق جديدة للعمل والخبرة المغربية في البلاد العربية والإفريقية والدولية في إطار اتفاقيات التعاون الاقتصادي. كما سنسعى إلى النظر في المقررات الدراسية بحيث توازن بين التعليم النظري والعملي في ضوء دراسة احتياجات السوق المحلية والخارجية. أيضا، سنسعى إلى استثمار الدعم للمشروعات الصغيرة الهادفة إلى امتصاص البطالة ومكافحة الفقر، لأن هذا يساهم في دعم الاستقرار الأمني والسلم الاجتماعي. أيضا، سنسعى إلى وضع خطة لتطوير ودعم المشروعات الصغيرة الهادفة لتوفير بدل السلع المستوردة وكذلك دعم المشروعات التي تهدف للتصدير بما تمثله من أهمية في استمرارية التنمية ورفع مستوى المعيشة. أيضا، سنعمل على تعميم تجربة الشباك الواحد لإنهاء الإجراءات بسرعة وفي خطوة واحدة. وسنسعى إلى تشجيع ودعم الصناعات الابتكارية وتقديم التيسيرات والحوافز لها. أيضا، ونحن حزب الأمل لا نزايد المواطنين في الشغل، بل ولا نزايد بالملايين كما يقولون، فنحن حزب واقعي يلتمس الواقع. نحن المغرب يعيش أزمة حقيقية، ولا يمكن لأي حزب أن يحل مشكلة البطالة بدون أن تكون له أغلبية ساحقة، يعني أغلبية في البرلمان وأغلبية حكومية كذلك.
لهذا فإننا واقعيون وسنعمل في ما في وسعنا لحل هذه المشكلة بحلول واقعية. أنت ستكون الحل وأنت ستكون المدبر والمساهم فيها. أيضا سنسعى من خلال برنامجنا إلى تشجيع الشباب على المعرفة والابتكار والمبادرة وتوفير المناخ اللازم، وذلك بوسائل مناسبة للتحفيز مثل المسابقات والمكافآت التفوق وتكريم المبتكرين وربطهم بالمؤسسات الإنتاجية للاستفادة بأفكارهم. أيضا سنسعى معكم إلى تطوير اهتمام الشباب بالحاسوب كأداة فعالة في تحصيل العلم والمعرفة والعمل على توفيرها لكل المستويات والمراحل العملية والتعلمية. أيضا سنسعى معكم إلى تشجيع التكوين المستقل للشباب في كل مراحل التعليم ونشر ثقافة الديمقراطية والتسامح والحوار والحريات العامة وقيم المواطنة وإدخال التربية الوطنية والمهارات الحياتية بشكل مناسب في المقررات الدراسية. أيضا سنسعى إلى إعطاء فرصة لشبابنا من أجل المشاركة في العمل العام وفق لوائح الديمقراطية ورفع جميع القيود عن الحركة الطلابية سواء في الانتخابات الداخلية أو في حق التظاهر السلمي أو في حق عقد الاجتماعات. أيضا سنسعى بكم ومعكم إلى تطوير النظام الصحي والكشف الدوري على الشباب بالمدارس والجامعات وعلى الموظفين والعمال في القطاعات الحكومية والخاصة. هذا باختصار بعض خطوط برنامجنا الانتخابي والذي سنعمل جميعا في إطار حزبكم حزب الأمل، رمز الإقلاع الاجتماعي والاقتصادي، رمز الطائرة على النضال من أجل الرقي بهذا الوطن إلى المستوى المشهود. وفي ختام، يقدر حزبكم حزب الأمل الجهود التي يقوم بها موقع سلوان لخدمة المواطن المغربي، والله تعالى نسأل أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد لهذا البلد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال تعالى سبحانه أيضا فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. فوطي فوطي وعليان دير الخير فيكم وفيان.